إذا في شأن مختلف، انتهى صندوق تطوير المناطق العشوائية من تنفيذ مشروع روضة السيدة والذي يقام على مساحة 7.5 أفدنة في إطار تطوير منطقة تل العقارب السيدة، وأصبح جاهز للتسليم لسكان المنطقة. ويضم المشروع وحدات سكنية بلغت 816 وحدة و202 وحدة تجارية، وتحملت الحكومة تكلفة إقامة سكان المنطقة لحين الانتهاء من المشروع الذي استغرق نحو 18 شهرا. إذن لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية. باشمهندس خالد، نرحب بحضرتك على صباح على اكسترا نيوز، وصباح الخير. وبالتأكيد هذا الجهاز الذي ترأسه والذي تتولى مدير تنفيذي في هذا الصندوق على عاتقه الكثير من الموضوعات المتعلقة بتطوير المناطق العشوائية. بالأمس كنا نتحدث عن تطوير مثلث مسبيرو، وتحدثنا عن إلى أين وصلنا في هذا التطوير. اليوم نتحدث عما يتعلق بروضة السيدة. حدثنا عن أهمية هذا المشروع بالنسبة لسكان المنطقة الذي كان مشروع ربما مشروع أو منطقة عشوائية ثم تم تحويلها إلى منطقة راقية. أولا صباح الخير، ويعني بنشكركم متابعتكم اليومية لينا لكل المشروعات. يعني احنا كده يعني شيء كويس جدا ان صوتنا يوصل للناس عن طريقكم، و كنافذة محترمة جدا في الدولة. شكرا جزيلا. الحاجة الثانية ان المشروع ده يمكن عايز اقول ده كان من اكثر الاماكن العشوائية في خارطتنا القومية تعقيدا. نعم. لانه كان ناس عايشة في عشش وبيوت مهدمة على تل من القمامة 12 متر. فكان التحدي كبير جدا، واسم تل العقارب اللي هو الاسم السابق ليها كان فعلا تل عقارب، كان مليء بالعقارب والثعابين، كان حاجه يعني الناس عايشه في سوء حاله صحيه وغذائيه وبيئيه واجتماعيه ونفسيه، وكل ده الناس عايشين فيه. واحنا كنا لازم ندخل نقنع الناس ان احنا هناخد المكان يعني هنبدا نحسن المكان، بالرغم من كميه الاشاعات اللي ظهرت في الوقت ده ان الدوله عايزه تمشي الناس من مكانها، ان مش هيرجعوا لكم لمكان تاني. لكن زي ما احنا كنا بنتكلم حتى امبارح، كان في بدائل للمواطنين وتم الاستجابه لكافه البدائل وكافه الحلول اللي طرحها المواطنين. فعلا، ودي برضو نفس الموضوع، كان في بدائل للناس، لكن هنا البدائل ان احنا قلنا للناس كلكم هترجعوا. لان المشروع جميل زي ما حضرتك شايفه كده في الصوره، المشروع جميل جدا، والناس ما كانتش متوقعه يطلع بالشكل ده. الناس كانت متوقعه ان احنا هنهد ونعمل زي اللي هو النظام القديم بتاع زمان، نعمل بلوك ونعمل يعني علبه كده نحط فيها الناس وخلاص. لا، احنا دلوقتي بقينا بنناشد كل شيء جميل. زي ما قلت لحضرتك، احنا كنا امبارح بنتكلم على مثلث مسبيرو، ازاي ان احنا بنعمل مصر او القاهره الخديويه، هنا بنعمل القاهره الفاطميه الاسلاميه. كل مشروع احنا بنحاول نوصل بيه لاجمل ما يكون من صوره. يمكن الصوره دي ما اعتقدش انها موجوده الا في نقول يعني كومباوند راقي جدا بيتباع في الوحده بملايين. فمع ذلك الوحده دي هي بدون اي فلوس من المواطن، غير اللي هيدفعه هو العداد الميه والكهرباء، الحاجات اللي هي ثبوتيه لاثبات حقه في الشقه عشان تكتب باسمه. يعني انتوا حصرتوا المواطنين اللي كانوا ساكنين في المنطقه، ومن ثم هتسلموهم الوحدات بعد التطوير. نفس المواطنين. الخيارات اللي اختاروها، انت عايز تعويض تقعد بره فتره التطوير، ولا عايز وحده تقعد فيها؟ في ناس اختارت تقعد في وحده اديناها وحده في 6 اكتوبر، وفي ناس اختارت القيمه الايجاريه. حتى كانت القيمه الايجاريه الاول زي ما قلت لحضرتك كده قبل كده، ان احنا بنتحاور مع الناس، قلنا لهم هتاخدوا 500 جنيه في الشهر قيمه ايجاريه، قالوا لا ما ينفعناش، ده المنطقه هنا اغلب 1000 جنيه في الشهر بيبقى بنأجر.
اديناهم 1200 جنيه، طب هنتعامل ازاي مع بعض كل شهر؟ ده احنا هنغلب عقبال ما ناخد كل شهر. اديناهم القيمه الاجراءيه لمده سنه كامله مقدما ب 1200 جنيه اللي هي اعلى من ال 1000 جنيه اللي هي متوسط قيمه اجراءيه في منطقه السيده زينب. ليه كل ده؟ علشان نقدر نلاقي استجابه من الناس والناس تقدر تجيب. وحتى الان ما زالت بتطلع اشاعات ان ده الدوله هتبيع الشقق دي استثماري. احنا لا، اهالينا اللي محصورين في كشوفات الحصر الموجوده هم اللي هيستفيدوا من هذا المشروع، وعاملين احتياطي فائض علشان نعمل بيه تطوير المناطق اللي جنبها، عشان نعمل خلخله للمناطق، نسكن الفائض المنطقه اللي جنبها وبعد كده نبدا نطور. احنا عندنا حوالي تقريبا حاطين في المخطط حوالي 5 مناطق جوه منطقه سيدي زينب دي للتطوير. دي كانت تعتبر المحاوله الاولى منهم. فان شاء الله المرحله الثانيه تكون اسرع كمان، لان الخلخله هتحصل جوه المنطقه نفسها. تمام، وصلنا فين بقى في المشروع؟ المشروع منتهي بنسبه 100%. يمكن احنا شايفين دلوقتي الصوره دي جايه المحلات من تحت، المحلات دي اللي بيشطبها الناس اللي هم احنا ان شاء الله يعني قريبا في مزاد لصالح بيع هذه المحلات، عشان دي نقطه من النقط المفيده للمشروع جدا، اللي هي بنخلق فرص عمل لاهالينا. اهالينا اللي هيسكنوا في المنطقه دي، انا كراجل مثلا لو انا بشتري محل في هذا المكان، المحل ده لما اجي اشغل فيه حد، اشغل حد ياخد ساعتين مواصلات في اليوم وياخد اكثر من 500 جنيه مواصلات، ولا اجيب واحد من الاهالي ساكنه في منطقه السيده زينب؟ يبقى انا هلجا للاهالي الموجودين، بخلق فرص عمل ليهم بهذا الشيء. والمحلات دي احنا عايزين نقول ان المكان ما هوش مش هيبقى فيه عربيات تدخل، المكان دي ممشى، هيبقى ممشى سياحي، مفيش عربيات تدخل، هيبقى ممشى سياحي، يبقى فيه جميع الحاجات اللي هي زي شارع المعز بالظبط، يعني هيتخلق مكان شبه لشارع المعز في المكان ده، بحيث ان اهالينا يستمتعوا بالحياه، الناس تيجي تستمتع بان هم يتفسحوا في المكان ده، يتخلق فرص عمل، يتخلق فرص حياه جميله جديده. ده نموذج احنا بنعمله يعني بحيث يعني يبقى ده حاجه نحتاج لها في مشروعات كتير جدا. وان شاء الله المشروع ده يمكن يعني بعد ما المحلات اللي فيه تتباع ويبدا يشتغل، يا ريت نلتقي فيه بعد سنه ونشوف يعني الناس عايشه ازاي، ونسالهم انتوا ايه رايكم في الحياه اللي انتوا عايشينها. طيب هل الوحدات دي مؤثثه يا باشمهندس؟ مفروشه بالكامل، مفروشه بالكامل، اللي هو زي ما قلت يا ابني كده، اللي هو هيدخل فقط بشنطه هدومه، وهو مش هيجيب معاه عربيه يحمل، هو يركب تاكس هيوصل او اي مواصله يعني هيوصل بيها للمكان بشنطه هدومه فقط. اجراءات الاستلام امتى؟ ان شاء الله احنا بنحاول دلوقتي ان يعني اللي بيفرش معانا المشروع ده بالتعاون مع وزاره التضامن، وبذل مجهود جبار جدا، مشيخه الازهر الشريف، مؤسسه الزكاه في مشيخه الازهر الشريف، وهيفرش المشروع بالكامل وعلى احدث فرش. يمكن لو يمكن الصور قدامنا دلوقتي شويه، دي صور قديمه شويه، المشروع منتهي وكل الارصفه والطرق منتهيه. ان شاء الله نبقى انا بعت لكم صور بالفرش والشقق اللي اتفرشت، بحيث يتردع الناس، لان فعلا الفرش ده برضو عاملين فيه شغل يعني لمسات طابع اسلامي برضو، احنا في منطقه اسلاميه والعمران اسلامي، والفرش برضو واخد اللمحه الاسلاميه. لكن انتوا بتكونوا حريصين على يعني شكل المنطقه بيكون شكل حضاري ويكون شكل منمق عما كان عليه منذ قبل. احنا شفنا في الاسمرات موجود نفس الشكل الحضاري والمنمق، وشفنا برضو في الاسكندريه، وشفنا في كافه المناطق اللي كانت عشوائيه واللي تم تطويرها. احنا طبعا عايز اقول ان احنا مش زي زمان كده مشاكل الايواء والزلزال بنبني مباني اهو بلوك او علبه الناس تعيش فيها، لا. احنا بنناشد اعلى مواصفات العمران في كل مكان. يمكن حضرتك زي ما انت تجارت مثلا اسكندريه، مثلث مزبيرو، محروسه، كل مكان له طابع معماري. مثلا محروسه دي منطقه مودرن جديده، عملنا الطابع العمراني الجديد. اسكندريه برضو المنطقه عمرانيا جديده، فعملنا الابراج العاليه. كل منطقه بندرس، اولا مش بنعمل الموضوع مش تطوير عمراني فقط كده ونسكن الناس فيه، لا، ده احنا بندرس البيئه العمرانيه اللي احنا عايشين فيها. بيكون في منطقه حضاريه جديده يعني. احنا بنحاول، وحضرتك ما انت شايف ان الصوره بتقول ان الكلام ده مش معمول يعني عشوائيا او حاجه كده، يعني حاجه خلاص نبني بلوك وخلاص. لا، ده احنا هتلاقي مثلا عاملين في البحر الاحمر، لا ده طبيعه الناس وعيشتهم، بيعيشوا في بيوت منفصله، عملنا لهم فلل. احنا بنعمل، احنا نفس الطوب، نفس الاسمنت، نفس الزلط والرمل والدهانات.
طب ليه ما نحطش شويه دهانات حديثه على الواجهات؟ ليه ما نفس المواد هي بشتريها بنفس الثمن ما عملش بقى شكل عمراني جميل؟ طب ده بيتطلب يا باشمهندس خالد توعيه للمواطنين اللي هيخطنوا في المنطقه برضو يعني. على فكره احنا برضو بنشتغل على الجانب النفسي والبيئي والاجتماعي، يعني قبل ما نسكن الناس في جمعيات وفي تلاحم مجتمعي معاهم الاول عشان نقدر ننقل الانسان من بيئته دي نفسيا قبل ما عمرانيا. احنا بنطور، مش بنطور عمراني بس الانسان، احنا بنطور حياه. تطوير الحياه هنا يشمل اكتر من 8 حاجات، بيئيا واقتصاديا ونفسيا واجتماعيا ودراسيا. كل الحاجات دي بندرسها مع المواطن قبل ما ينتقل، لان احنا لو انتقل بنفس الروح والحياه اللي كان عايش بيها بنبني مكان عشوائي بس بارتفاعات اكتر. بنحاول نسجد، غير ان في بيننا وبينهم بنعمل عقود، العقود دي بتلزم الدوله وبتنزل المواطن نفسه ببعض الحاجات، الحاجات دي هي ان نلتزم كلنا بالشكل العمراني الجميل للمكان، محدش يشوهه، محدش يغير استخداماته، محدش يبيع وحدته او ياجرها لواحد ثاني مش مستحق. بنحاول العقد نفسه يطلع بصوره ان احنا ان انا ما يفتحش مثلا شقته اللي كانت شقه يفتحها حاجه مخالفه للقانون ويضايق بيه اهله وجيرانه اللي عايشين جنبه. احنا بنحاول نحافظ على المجتمع نفسه في صوره قانونيه، بنحاول نطبق القانون زي ما هو محطوط علشان كل واحد ياخد حقه، الدوله ياخد حقها وهو ياخد حقه، والمجتمع اللي هو عايش فيه ما يجيش انسان واحد يدمر ويأذي مجتمع جنبه زي ما بنشوف. من المهم جدا يا دكتور باشمهندس خالد ان احنا او الجهاز او الصندوق ينظم برامج او حملات توعيه للمواطنين سواء في وسائل الاعلام او بطريقه مباشره لهؤلاء المواطنين. احنا فعلا بنتابع ذلك وبنتعاون مع جمعيات الاهليه وبنشكل جمعيات، ان كل مشروع في بادجت في المشروع نفسه للحاجات الاجتماعيه، في بادجت مالي للتعاون في الحاجات الاجتماعيه، في بادجت مالي ونتعامل مع وكالات وحاجات ان احنا ازاي نوظف الناس، نعلم الناس مهن وحرف، ازاي نتعامل معاهم في الحياه الجديده، ازاي نطور حياته قبل ما نطور عمرانه. فهي دي كلها بنتعامل معاها بحيث ان احنا نوصل للاخر زي ما حضرتك شفت مجتمع الاسمرات، مجتمع الاسمرات اهو بقاله حوالي يعني وصلنا لثلاث سنين في المرحلتين الاولانيين خلصانين سنتين او ثلاثه، الحمد لله دلوقتي محافظين على المجتمع كويس قوي. لسه اسال حضرتك على المرحله الثالثه. المرحله الثالثه جهاز الافتتاح برضه بتترش، يعني فرشنا فيها حوالي تجاوزنا ال 500 وحده فرش دلوقتي وبنكمل الفرش فيها، يعني في كانت رئيس امر ان تحيا مصر هيدفع لنا 150 مليون جنيه لوزاره النظام الاجتماعي، وهنبدا ان شاء الله نفرش المرحله الثالثه من الاسمرات وجهاز ان شاء الله الافتتاح برضه. تمام. باشمهندس خالد اسمح لي اسال حضرتك بما ان حضرتك معانا واستغل وجود حضرتك في ان الدوله يعني حملت على عاتقها الانتهاء من كافه الوحدات او المناطق العشوائيه في كافه محافظات الجمهوريه او حتى المناطق الخطره، هل لسه في حاليا مناطق عشوائيه بتقوم بربما هدمها يعني والانتهاء منها واقامه مكانها محل او اماكن متطوره؟ والله احنا لغايه دلوقتي في مشروعات جاريه بحوالي 92,000 وحده ننتهي منهم قبل نهايه 2019. ده في محافظات مختلفه طبعا. في ال 27 في 26 محافظه. 92,000 وحده. 1000 وحده. شغالين فيهم دي مشروعات جاريه في ربوع مصر. لكن في مناطق هنبدا في هدمها، في مناطق لان في مناطق لسه داخله جديد على الخريطه القوميه، المحافظين او اللجان او بيبعتوا لنا ان في منطقه ده في منطقه ظهرت او منطقه كانت مش مدرجه في الخريطه القوميه. بنبعت له لجنه ونشكل لجنه نشوف ينطبق عليها المعايير ولا لا وندخلها، ما بنغضش البصر عنها ولا حاجه، بس بتكون اقل خطوره او عشوائيه من المناطق اللي انتوا اشتغلتوا فيها. لا احنا الدرجه الاولى اللي هي خطر على الحياه دهمه زي سقوط الصخور وانهيارات جبليه والحاجات دي كلها، لا لا لا, لا. والسيول، كل الحاجات دي خلاص يعتبر خلصت معانا نهائي تماما الحمد لله. انما الحاجات اللي بقى اللي هي سكن غير ملائم اللي هي الدرجه الثانيه اللي هي ما فيهاش خطر على الحياه. في 92,000 وحده هتنتهوا منها ب 2019 باذن الله ان شاء الله. وهل في مشروعات بعد كده ممكن تشتغلوا فيها على السنه الجايه 2020؟ هندخل بقى في مشروعات اللي احنا برضه شغالين فيها، احنا ما زلنا هتستكمل يعني مشروعات اللي هي الغير مخطط اللي هي الارتقاء بالمجتمع الموجود اذا كان امنه، هي امنه ولكن ما فيهاش طرق ولا صرف صحي او كهرباء او اعمده اناره او ارصفه، دي بندخل فيها في المرحله الجايه لمده عشان نوصل 2030 الصوره الحضاريه لكل عموم الجمهوريه في المدن كلها براقيه ان شاء الله.
المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائيه، شكرا جزيلا لك لكل هذه التفاصيل، وشكرا ايضا موجه لهذا الجهد الكبير الذي تبذلونه في هذا الصندوق للحيلوله او الانتهاء من جميع المناطق العشوائيه والمناطق الخطره في جميع محافظات الجمهوريه.